ليلى يا ماما جميلة قوي زي ما تكون ما صدقت. ربنا يسعدها ويسعدك. زي ما يكون ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيعوضها ان شاء الله. مالك ليه مش حاسة انك فرحانة لها؟ بالعكس انا فرحانة قوي ومبسوطة. ليلى بنت حلال وتستاهل كل خير. بس انا قلقانة شوية. قلقانة من ايه؟ وضعك مش عاجبني. ساعة هنا وساعة في المستشفى وساعة في الفيلا ولا كأنك متجوزة وليكي بيت. أنا سكت على حاجات كتير قوي في جوازك من رؤوف عشان كنت حاسة إنك بتحبيه وعايزاه. وفي حاجات لازم تتظبط عشان أطمن عليكي. دي أول حاجة. تاني حاجة بقى هو ده المهم، أنا هنزلك عند الدكتورة. دكتورة دي؟ أنت بقالك كتير متجوزة ولحد دلوقتي مفيش حمل. في ايه يا دينا؟ هو انا كل ما اتكلم معاكي كلمتين تتضايقي؟ انا بتكلم عشان مصلحتك. ماما يا حبيبتي ارجوكي، انا عايشه حياتي بشكل طبيعي وهادي جدا، وعايشه حياتي وانا مبسوطه. واوعي تفتكري ان انا ما فكرتش في اللي انت بتفكري فيه ده. فكرت لكن مش وقته. خلاص يبقى انا ما غلطتش. ما بقولكيش انك غلط، لكن الوقت مش مناسب اني اكلم رؤوف في موضوع زي ده. معقول وهو مراته تعبانه وممكن يجرى لها اي حاجه في اي وقت؟ ده مش لاحق يكلمني ولا يقعد معايا ولا يقعد مع نفسه. اقول له تعالى والنبي نفسي اخلف. في ايه يا دينا؟ هو انا كل ما اكلمك تقولي مراته مراته مراته؟ انت مش واخده بالك ان هي ضرتك؟ انا اللي ضرتها، انا اللي رحت اتجوزت وزها مش هي. انا مش فاهمه انت بتعذبي نفسك ليه؟ انا ما شفتش واحده زيك. عشان انا بعد ما اتطلقت فهمت الدنيا صح. فهمت اني لازم اشوف الاحوال اللي حواليا واقيم الدنيا صح. اني اشوف الحقيقه وما اغمضش عيني. ارجوك يا ماما مش هفكر بطريقه قديمه تخليني افقد حياتي للمره الثانيه. صباح الخير. صباح النور. انا سلمى. اتفضلي اتفضلي. انا اسف اني جيت في وقت غير مناسب، بس انا عرفت من دينا ان حضرتك ما بتنزليش قبل الظهر. سلمى ازيك؟ تعالي احنا كنا لسه بنفطر. ربنا يخليكي سبقتك الحمد لله. ايه انت كويسه؟ طب كنت تقولي رؤوف محتاجه ايه وانا كنت جيت لك. انا الحقيقه جايه اتكلم مع مدام ماجده، بس كويس قوي انك موجوده. اتفضلي. انتي كويسة؟ أنا فاضل لي 15 يوم وأدخل في السابع. كل يوم بيعدي ببقى تعبانة أوي، بس بحس إن ربنا بيديني القوة عشان الطفلة دي تيجي وتشوف الحياة. الطفلة دي أوي، كنت أتمنى أشوفها. أنا بنت وحيدة، والدتي ووالدي متوفيين، ما عنديش إخوات، ماليش غير رؤوف في حياتي. حلمت امبارح ببابا، حلمت إني قابلته، قال لي إنه مستنيني. خفت قوي، وفكرت مين هيقدر يفهم ويحس اللي جوايا. قلت اللي هيقدر يفهم ويحس اللي جوايا عرفت يعني ايه معنى الضنا. معنى ان واحده تفضل مستنيه طفله طول السنين دي كلها. انت ان شاء الله هتبقي كويسه وهتقومي بسلامه. محدش شاف اللي انا شفته وانا حامل في دينا طول فتره الحمل وانا نايم على ظهري. انا مش جايه اسمع كلام يطمني. انتوا هتبقوا عيله رؤوف وانا بطلب منك انك تبقي جده لبنتي. انا
طبعا طبعا يا بنتي طبعا. مش بطلب منك ان انا ابقى زي دينا، انا بطلب منك تنسي ان انا ام البنت دي، تنسيني خالص، اعتبري ان دينا هي اللي حملت فيها وشالتها في بطنها. آسف لو كنت أزعجتك يا أستاذ سامي، بس أنا كنت عايز أتكلم مع مرتك كلمتين، بس بصراحة كنت خايف ما أقدرش أعمل إيديه من غير موافقتك الأول. ده عشان أنت راجل محترم. الله يخليك، تعرفش مجيتك دي عملت إيه؟ في حاجات كتير كانت متضايق منيها، بس الحمد لله أغلبها راح والصعب منها قل وخف بعد ما اتكلمت معاك. طيب كويس، وأنا هكلم لك نادية خليها تيجي عشان تتكلم معاه وتعرف منها اللي أنت عايزه. آسف لو كنت بطلب منك طلب زي ده يعني، بس غصب عني في حاجات عايز أعرفها ومهمة قوي بالنسبة لي. يا أستاذ مجدي أنت مش محتاج تبرر لأي حاجة، ربنا يعلم إن أنا من أول مرة قابلتك فيها وأنا بعتبرك زي أخويا بالظبط. يا راجل ده أنت عملت معايا حركة جدعانة وأنت ما تعرفنيش، ودي حاجة كبيرة قوي عندي. ما تقولش كده يا أستاذ سامي. ألو، أيوة يا نادية أنت فين؟ طيب أنا مستنيكي في الكافيتيريا بتاعتنا. لا سيبي كل حاجة في إيدك وتعالي، وهاتي ورق معاكي. معايا ضيفة هتتبسط قوي لما تشوفيه. يلا مستنيك، سلام. عاوز اعرف ايه اللي حصل، ايه اللي يخليه يسيبك ويمشي وانتوا ما فاتش على جوازكم شهر؟ الكلام ده مش لادد عليا. قال لي ان عندي شغل. وشغل ايه اللي يخليه يسيب مرته؟ قولي لي ايه اللي حصل. والله ما فيه ولا حصل. لا فيه، وهعرف هعرف ايه اللي حصل. رد بقى يا مجدي. وبعد ما احط البشاميل. طب بقولك ايه يا ماما، خليكي انت قاعده مركزه مع موقع فتكات ده لحد ما انا اجهز كل حاجه في المطبخ واكلمك. لا يوسف خرج، قال لي في واحد صاحبه جاي من السفر هيروح المطار يجيبه ويرجع على طول. ماشي حبيبتي، باي باي باي. طلعت. ازيك يا ليلى؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ اقسم بالله العظيم يا طلعت لما مشيت لك امي صوتها وفضحك ولما عليك الناس. ما تخافيش انا مش جاي عشان حاجه، انا جاي اقول لك كلمتين اتنين. ولا كلمه واحده، وبعدين انا دلوقتي مرات يوسف، يعني اي كلام يبقى معاه هو. يا ستي انا جاي عشان اقول لك انا اسف. مش عايزين اسفك، سيبنا في حالنا بقى يا اخي. امشي. افهميني بس، همشي. انا بعد ما قعدت مع نفسي حسيت ان انا غلطان وعايز اتاسف ليوسف. نمرته عندك ابقى كلمه. امشي امشي بقى، امشي امشي يا اخي. يا ربي ايه القرف ده، ربنا ياخدك يا اخي.